طق يا مطر طق بيتنا يديد مرزامنا حديد طق يا مطر طق بيتنا يديد مرزامنا حديد طق يا مطر طق يا مطر طق يا مطر طق طق يا مطر طق يا مطر طق يا مطر طق حافظينها بيتنا يديد مرزامنا حديد عيالنا اليوم بنتكلم عن لشت الأول وهل لشت الأول يختلف عن لشت الحين؟ لشته ولشته لكن يختلف في الناس شلون يتعاملون معه. الحين لما يطق المطر انت جالس في البيت في حجرتك في بيتك الباب مسكوك والدرايش مسكوكين لو يجي برد تبريح عندك برنوص برنوصين ثلاثة وتلحف عندك دفاية في البيت تدفيك لكن أول هل عندهم هالأشياء هذه؟ إذا تكلمنا عن دفاية يمكن يستعملونهم الضوء تدفون عليه اليمر إيش كانت بيوتهم؟ كانت بيوتهم مثل ما قلنا سعف ويريد وبيوت حصى شوية ونادر نادر اللي عنده البيت الزين المبني إذا يستعدون قبل الشتاء حق فصل الشتاء يروحون مثلا يتعاونون بعضهم بعض اللي يبي يريد واللي يشتغل مني واللي يضر على الكبار هاي ماله ولا الكوخ ماله قد ما يقدرون يغطون عشان ما يخر الماي عليهم وهم داخل في الكوخ شيء ثاني وهذه عيالي أنا جربته كنا عايشين إحنا بعد في الحد في كوخ في كبر عتيج وأنا وإخواني وأبوي وأمي داخل وعدلنا كل شيء من فوق زاد المطر ولا المطر يدش علينا من تحت من تحت هنا من تحت الساس ونقوم نطلع برا ونحط الطين مني ومني فكانت حياتهم وايد صعبة ولين خر البيت احنا شو نحط داخل في الحجر او في الحجر في الكبر في الكوخ نحط صفريه طاسه مني وتسمع طن 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 هاي الماء يخر هاي المطر يخر طن 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 واحنا كلنا جالسين على كرفايه واحده ونسمع وبعدين نطلع مثلا برا نطلع برا وانه برد الناس ما تقدر تطلع برا أول شيء يلبسون الحين طبعاً جاكيت ثياب الصوف وكل شيء أول يلبسون بعد صوف بس نادر يلبسون مثلاً أكوات أوفر كوت الثياب العادية ثياب بعد يسمونه مشروك نادر تحصل الصوف من يلبس الصوف إلا الواحد الراهي اللي عنده يلبسون بعد الأغتر اللي هي نقطة بأحمر هاللون سمينا قلع بيت أو يلبسون مثلاً نقطر الشال هذه دفي ما توجد نقطر الشال في كل مكان زين يلبسوا طبعاً الدحفية وعليه بعد يلبسون العقال وغيره عشان ينتقلون من مكان لمكان يستعملون المظلة هذه مظلة هاي من زمان موجودة طبعاً المظلة يستعملونها على أيام اللي يروحون الحج أو ناس جايين من الهند مثلاً يبون معهم هذه هاي تحميهم شوية ناس ما عندهم المظلة يستعملون الخيشة خيشة ما تحمي من المطر وايد لكن عشان يعبر بسرعة يحط الخيشة ويعبر المهم أن حياتهم كانت حلوة لو أن فيها برودة وفيها البرق والرعد هاي طبعاً يخوف فكانوا الناس عايشين على بساطتهم لكن كان بينهم التعاون والمحبة هذا عيالي دايماً يذكرنا بكانوا أولادهم أول شي يسوون هل يلعبون؟ إيه يلعبون يلعبون حتى في النقع زين؟ ويلعبون يروحون تحت المرزام تعرفون المرزام؟ المرزام برويكم إياه اللي فوق الحجرة فوق الدار وينزل من المطر ونقوم نروح تحت المرزام ونتسبح بالماي أهل يقول بعد الله هداكم فوين تسبحوا كل ما عليه
وكنا نلعب لعبة. اللعبة هذه ناخذ قواطم الأناناس، قام موجودين قوطي الأناناس هذه، شايفين الطريقة؟ نحط فيه القوطي، نخرمه من فوق، نحط فيه حبل ولا بسلتش ولا شيء، ونلبسه في ريلنا. طبعا احنا نحفين، حط واحد مني وواحد مني، ونجلس نمشي في الانقع، ها، وعشان يعني يبلفيت ان ريلنا ما تلعوز ولا يصيدهم بطر، ونمشي احنا. خاصه الحين كنا نسويها مسابقات، يعني ناخذ هذه والواحد يلبس واحده مني واحده مني، ثلاثه اربعه، ويتسابقون من اللي يسبق قبل. هذه كانت لعبه من الالعاب الاول. أول كنا نحس إن لشتة يجينا المطر ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام بس ولا يوقف. طبعا الديرة كلها مطر وكلها نقع، تعرفون نقعة؟ بحيرة من الماء يسميه نقعة أول شيء. حتى إن إحنا ما نقدر أحيانا نروح المدارس، وإذا رحنا المدرسة رخصونا لأن صفوفنا الموجودة تخر علينا بعد من المطر، يقولنا روحوا البيت. هذه كانت الحياة. في المسايد بعد يجمعون الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، عشان ما يروحون إلا ثلاث مرات بس للفجر، ومرة واحدة بين الظهر والعصر، ومرة واحدة بين المغرب والعشاء عشان يصلون، لأن صعب إنه يوصلون حق المسجد. بقول لكم قصة عيالي. وانا صغير، هم بصغير والله حليو، وانا يعني هاي سنة اظن 61 62 انا كنت في قسم المعلمين، كان برد برد شديد على البحرين، بحيث ان السمك في البحر تجمد ما يقدر يتحرك يمشي. قالوا لنا يلا مرخصين روحوا بيوتكم عن البرد. احنا يرخصونا عن البرد مني، ونقوم ونروح البحر. شو وديكم البحر؟ برد، السمك متيمن في البحر. ومع ذلك انا اطلع مع رفيجي من الحد، وماخذين معنا خيشه، هالخياش هذي، ونمشي في البحر، ونمسك السمكه ونحطها، السمكه واقفه من البروده ما تقدر تتحرك. ولين مشينا شرق الحد الى وصلنا قلالي، واحنا نجمع سمك، حتى ان احنا رافعين ثيابنا. يوم طاح ثوبي برفعه أصابعي واقفة من شدة البرودة ما أقدر. المهم وصلنا حق القلالي، وصعدنا على السيف وإحنا بردانين، وحصلنا واحد عنده تكسي من الحد، اللي يقول ها وين جايين هني؟ تبون أوصلكم؟ تعالوا، يدري إن ما معانا بيزات، وركبنا معاه في التكسي وصلنا الحد. بس عاد شوفوا إحنا استعملنا مع طريقة مو بزيدة. إحنا ما هواشنا بالعدل، قلنا أنا مشكور، لكن يا أنتو ترسين لكم الحين خيشه كلها سمك، ما تقولون له تفضل إدام علقتها من سمكه وديه البيت؟ والله بخوان. أنا ما بيكم تصيرون هاللون. الواحد لما يسوي فيك معروف، بجانب إنك تشكره تعطيه شيء إذا قدرت، ما قدرت علقت بابتسامة حلوة، إحنا بس خذنا سمكنا وروحنا نتمشى. زين. تقولون او احنا نقول لكم ان الثياب قليله في ذاك الوقت،
لكن احنا عندنا منطقة في البحرين اسمها بني جمرة يصنعون الثياب، ينسجون الثياب. تعالوا مع بعض نشوف نسيج الثياب في بني جمرة. دايما نقول اللي بيجي من الله حياه الله، واحيانا يصير المطر نعمه واحيانا نعتبر احنا نقمه، وهو مو نقمه لان احنا ما نتساعد ما نشيل بعض لبعض. ينزل المطر او البرد واحنا يمر علينا نقول برد تدفى وتضحك، لكن ما نحس بغيرنا اللي ما عندهم بيوت، اللي ما عندهم مكان يسكنون فيه، جالسين في الأقيام وغيره. احنا كمسلمين اللي يحس به أي مسلم، مو بس أي مسلم، أي إنسان في العالم يحس بشيء مو بزين، احنا يجب علينا احنا نتحسس هذا الشيء، مو بس يقول وعلي مسكين فقارة، مو هذا ما يكفي، نمد يد المعونة. يعني الحين احنا واحنا مستانسين، ما في ناس ما عندهم بيوت يسكنون؟ مو عندنا، غيرنا الناس اللاجئين وغيرهم، ليش ما نتساعد معاهم؟ البرق والمطر، البرق والمطر والرعد، بروح الرعد يخوف يخوف لما يجيك وانت مكشوف، حتى البرق احيانا يصعقك. شنو يصعقك يعني؟ يعني ممكن يحرقك. ايش منه؟ لأنه قوي وينزل أحيانا للأرض. ياما صارت حرائج، تبوا تسمعون في غابات استراليا صارت حرائج، منه هذه من البرق لما ينزل يسوي صاعقة. إذا هاي في مضرة، لكن في منفعة بعد. المطر لما يجي خير وبركة، والناس تجمع المطر ويسوي له خزانات كبيرة ويجمعونه ويروي الأرض ويسقي الزرع ويخلي الأرض خضرة. نستانس عقب المطر، يطلع الفقع والأرض تخضر ونطلع رحلات في البر وإحنا مستانسين. هذه البر وهذه الأناسة وهذه الشتاء، لكن نقول أحيانا برد صاير سريدة. شنو البرد سريدة يعني؟ يعني ورد قارس. يقول لك مثل المطر حلبة. شنو حلبة؟ مطر وايد يسمونه حلبة. إذا مطر قليل شو سميه؟ نقول إيراد رض إيراد رض. عيالي الشتاء حلو والصيف حلو، ونحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي الله أنعمها علينا، وإن شاء الله ما تشوفون إلا كل خير بإذن الله. ما باقي شيء حلو أقول لكم إلى اللقاء ومع السلامة.